شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صباح اليوم منافسات بطولة مجلس التعاون الأولى للقدرة بمشاركة فرسان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمسافة 120 كيلومتر. فلدى وصول جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم إلى قرية القدرة كان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وحضر السباق معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إيجازا عن مراحل السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه. وقد التقى جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم بعدد من الفرسان المشاركين في السباق وتبادل معهم الأحاديث حول هذه البطولة التي تأتي لتعزيز العلاقات والمنافسات بين فرسان دول مجلس التعاون في جو رياضي أخوي. مشيدا جلالة الملك المفدى وسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بالإنجازات الجيدة التي حققها فرسان دول مجلس التعاون في مختلف المنافسات وعلى كافة المستويات. وقد تابع جلالة الملك المفدى وصاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بطولة مجلس التعاون الأولى للقدرة. وفاز بالمركز الأول الفارس الشيخ حمد بن دلموك المكتوم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفاز بالمركز الثاني الفارس سيف المزروعي من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفاز بالمركز الثالث الفارس سعيد بن خليفة المهري من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي نهاية السباق هنأ جلالة الملك المفدى الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ووجه جلالته الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لحضور سموه لمنافسات هذه البطولة مشيدا بدعم سموه وتشجيعه لرياضة سباقات القدرة. مؤكدا جلالة الملك المفدى اعتزاز مملكة البحرين باحتضان مثل هذه البطولات بين شباب دول مجلس التعاون وهو مكسب كبير للرياضة والرياضيين بدول مجلس التعاون. مشيدا جلالته بالإنجازات والنتائج التي حققها فرسان مملكة البحرين ودول مجلس التعاون في العديد من المشاركات واللقاءات الرياضية على المستويات الإقليمية والعربية والدولية. كما وجه جلالته الشكر والتقدير إلى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على تهيئة كافة الإمكانات والتسهيلات أمام الفرسان المشاركين وإظهار هذا السباق بالصورة المشرفة متمنيا جلالته للجميع كل التوفيق والسداد.